مفتوح لأخبار ساعة شباب اليوم بأول خبر جميل جدا ونفتخر فيه لشاب سعودي في لوحة الشرف. في تفاصيل هذا الخبر، استطاع الشاب غازي بن عبد الله العتيبي الحاصل من جامعة ألاباما على درجة الماجستير في الطب النووي أن يحفر اسمه على لوحة الشرف في مدخل إحدى أعرق جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك نظرا لتميزه في مستواه العلمي ومستوى تقديمه للخدمة الطبية. ألف مبروك غازي، هذا التكريم وأكيد تستاهله، وأنت شرف كبير لكل الشباب والشابات السعوديين والسعوديات وقدوة أيضا لهم في كل المجالات. شيء جميل صراحة وشيء يفرح في نفس الوقت. إلى خبر آخر، ورامي مالك، إيش الموضوع؟ نشرت الصحيفة الرسمية لشركة وارنر بروس بيكتشر الملامح الأولى للعمل السينمائي والذي يشهد عودة النجم العالمي دانزل واشنطن والنجم العالمي ذو الأصول المصرية رامي مالك. الفيلم يشارك فيه أيضا النجم جاريد ليتو، ومن المقرر عرضه في شهر يناير المقبل بدور العرض. أنا صراحة متحمسة كثير لهذا الفيلم، فعلا شكله مرة يحمس وفي جرائم وفي يعني أكشن، فإن شاء الله بإذن الله راح نشوفه في دور السينما في الشهر المقبل. إلى موقف محرج لمذيع، صراحة وأنا أقرأ هذا الخبر قلت الله لا يحطني مكانه أبدا 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 والحمد لله. خلونا نقرأ لكم هذا الخبر. تعرض مذيع قناة البي بي سي بن براون لموقف محرج جدا أثناء تقديمه لنشرة أخبار خلال بث مباشر، حيث ظهر وهو يتثاءب دون أن يدرك أنه على الهواء، وعندما انتبه للأمر تخيلوا قفل فمه بسرعة وقال بمزاح: أوه لقد كشف أمري. طبعا هذا ممكن قالوا أنه المخرج ما قال لأنه على الهواء وبدأ النشرة على طول وكان مباشر فصادوا في البداية، ما عنده عنود ولا عنده صبري ولا عنده مخرجنا الجميل، مخرجنا الأستاذ خالد أكيد تحية لكم، عمرهم ولا يوم ما حطاني في موقف محرج والله يعطيهم ألف عافية. نروح لخبر أيضا آخر، والقنبلة بين قدمي، الله لا يحطنا في موقف هذا كمان، ايش فيه؟ تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ومقطع مصور خلال حصة تدريبية لقوة الشرطة الصينية، يسقط فيها متدرب قنبلة يدوية بين قدمي خلال التدريب قبل أن يقوم المدرب بالإمساك بالمتدرب والقفز به خلف ساتر من أكياس رملية لتجنب شظايا القنبلة خلال الانفجار. كان بيروح فيها المتدرب والمدرب في نفس الوقت. الموقف صعب صراحة. نروح لآخر أخبارنا لليوم، شوكولاتة عمرها 120 عام. تخيلوا 120 سنة وهذه الشوكولاتة موجودة، يعني صنعت من قبل 120 سنة. وتخيلوا أنهم قالوا أن هذه الشوكولاتة قابلة للأكل، ولكن السؤال هل ممكن تأكلوها ولا لا؟ حتى بعد مرور 120 عام من صنعها ما زالت شوكولاتة كادوبوري صالحة إلى درجة كبيرة ويمكن تناولها، حيث اكتشف موظفي المكتبة الوطنية الأسترالية ألواح الشوكولاتة في مقتنيات الشاعر الأسترالي الراحل بانجو باترسون، وتعود الشوكولاتة إلى عام 1900 وكانت هدية تذكارية قدمتها الملكة البريطانية فيكتوريا إلى الجنود خلال حرب البوير. أنا عني مرة أحب الشوكولاتة وأعشق الشوكولاتة، وما في أتوقع شخص إنه ما يعشق هذه يعني طعم القطعة الساحر. الله على وصفك العنود، والله إنها يعني أجمل من أي شيء ممكن تشوفه في الحياة. بس 120 سنة مستحيل، ولا أحد بياكلها أصلا، ما أتوقع أنه ممكن في أحد بياكل هذه القطعة، بيخلوها كذا مثل ما هي تذكارية من 1900 نتصور عندها بالضبط. عموما كانت هذه آخر أخبارنا لليوم، ولكن مكملين معاكم فقراتنا ونرجع للشعر، ولكل محبي الشعر انتظرونا.